ايكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا شويه اخبار كده من سوق السيارات. مبدئيا سوق السيارات هادي جدا. هادي جدا ليه؟ لانه دخول المدارس بطأ اكتر، عمليات البيع والتجار مفيش اي اقبال عليهم، وبرضو حصل افراج لعربيات كتيرة جدا لو انتوا عارفين في الفترة الاخيرة، افراج كبير، وده اللي خلى اصلا الاوفر برايس يبتدي ياخد الخط بتاع النزول. ما زلنا مكملين في نفس الاتجاه، في نفس الترند، ان الاوفر برايس بيقل لكن ما زال موجود، وطبعا لو عربية نادرة جدا هتلاقي بقى الاوفر برايس بمزاجه بقى. تمام، فدي واحدة من الحاجات اللي حاصلة بوضوح، ولكن مازال فيه هدوء شديد، او الهدوء يعني مع شهر سبتمبر ودخول مدارس سبتمبر اكتوبر تلاقي الدنيا بتريح شوية، فتحس ان التجار عندهم الاستعداد ان هم يتفاوضوا اكتر في الاوفر برايس، ويعني في كلام اكتر، بيبقى عندهم استعداد لان السوق من عندهم مريح خالص. وتويوتا هتطرح التويوتا الاربن كروزر. كان نفسي يطرحوا التويوتا الكروس اللي هي مبنية على الكورولا بس المرفوعة، بس ما طرحوهاش. طبعا طرحوا مين هي الاربن كروزر بقى؟ اللي فيكو عارف الاربن كروزر ما هي الا السوزوكي الجراند فيتارا، معمول لها ما يسمى بالريبادجنج، يعني بدل سوزوكي حط تويوتا، زي البلتا والسياز، الروميان والارتيجا، وكل العربيات بتطلع من عندهم. ولكن هتطرح بايه؟ هي برضو عربية طولها 4.3 متر، قاعدة العجلات 2.650 متر، وهتطرح برضو اعتقد بنفس الموتور، هي بالظبط 1500 سي سي، ولكن غالبا تحت تويوتا هتبقى ناجحة اكتر، ويبقى ممكن فيها مبيعاتها تبقى اكتر من السوزوكي جراند فيتارا اللي انا اعتقد فشلت فشل ذريع، هي والفرونكس انا ما شفتش منهم في الشارع، واللي عنده لانه ما طلبوا برضه ان احنا نجربهم، يا ريت يبعت لي على انستجرام او اي من وسائل فيسبوك ونعمل لها تجربه قياده، بس انا الصراحه ما شفتهمش تقريبا يعني. ولكن السوق مريح خالص، بس كده تحديث سريع جدا. سلام، اكمل نوم بقى.